طبعا تسمية مرقدة، طبعا مرقدة ناحية مرقدة تقع جنوب الشدادي، مدينة الشدادي بأربعين كيلومتر، تعتبر ناحية متوسطة بين مدينة الحسكة ومدينة دير الزور. سبب التسمية بمرقدة 1916 كما تعلمون قامت العثمانيين بمجزرة بحق أهلنا الأرمن، طبعا من ضمن هذه المجازر مجزرة مرقدة. طبعا نحن ندعو أو نسمي مثلا القبر مرقد، فحدث هنا 200 من الأرمن تم ذبحهم بنفس المكان، فأطلق عليها اسم مرقدة نسبة إلى المرقد أو القبر. فوجدت رفات أخواننا الأرمن في هذا الموقع وقامت فيما بعد بناء كنيسة عليهم لتخليد ذكراهم. طبعا تدمرت هذه الكنيسة خلال الحرب التي دارت رحاها في المنطقة.